وسهلا فيكم اصدقائي بحلقة جديدة ومميزة من برنامجكم نكبر سوا، اللي تعودتوا تشوفونا كل سبت الساعة 5 مع صديقاتي لين ونتالي ودعاء وحلا. اصدقائي اليوم اجينا لكم بفقرات جديدة واشياء جديدة. اليوم حيكون معنا بنو الثاني كتير امورات، حيحكوا لنا شعر وحيكون معنا برضه ممثل كوميدي. خليكم معنا لاخر حلقة حتى تشوفوه. خليني ارحب بصديقتي لين. اهلا وسهلا لين. اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله. دعاء كيفك؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ تمام الحمد لله. اصدقائي طبعا زي ما انتم بتعرفوا انه احنا حلقتنا السبت، فالجمعة عمو بيطلع بيصور هو وحلا زي ما انتم بتعرفوا انه فقرة المغامرات. فحلا امبارح راحت صورت 5 انزالات كتير تعبات، ويعني انها كتير مرضت برضه وما قدرت تيجي معنا اليوم، فاكيد بس احنا بنوجه لها تحية وان شاء الله حنشوف فقرتها لليوم. وبرضه كمان نتالي تأخرت بس حتكون معنا ان شاء الله اليوم. ان شاء الله. طبعا بحب اوجه تحية كبيرة لملابس قصري الازياء، لمحل قصري الازياء اللي هو بيقدم لي ملابسي، وبشكر بالاخص عمو حمزة الملاح وبحكي لهم شكرا لكم كتير كتير. واكيد احنا بنوجه لهم تحية كبيرة. طبعا اليوم اصدقائي حنحكي موضوع اتوقع انه هذا الموضوع بطل يهمنا احنا هلا بهاي الفتره، انه احنا الاحترام. الكل عم بيواجه مشاكل الاحترام، صح؟ بس صح انتم عم بتشوفوا انه الصغير بطل يحترم الكبير، او الكبير بطل يعطف على الصغير، صح؟ فاحنا اليوم حنحكي عنه اكثر. حسألك يا لين، لين بعمرك شفتي صغار ما عم يحترموا الكبار؟ لا، بس يعني مرة شفت ولد عم يصرخ أمي. هذا غلط، صح؟ لأنه لازم إحنا نحترم الكبار. زي مثلا هلأ عم نشوف إنه الطالب عم ما بيحترم أستاذه، يعني كيف؟ طب هلأ فوق ما هو عم بيحكي لك أو بعلمك، هو صاحب رسالة، ليش إحنا ما نحترمه؟ لازم نحترمه أصلا، لأنه هو عم بيقدم لنا إشي كتير كبير، وهو أصلا بكون جزء كبير من مستقبلنا. دعاء إيش رأيك بموضوعنا لليوم؟ أكيد طبعا هو موضوع كتير حلو ومهم أكثر من ما إنه حلو. وزي ما قلتي انه في صغار بطلوا يحترموا الكبار، حتى وصلت انه ما يحترموا امهاتهم واباهاتهم، وفي كبار بطلوا يعطفوا على صغار. فانا بنصح كل من صغير لا يحترم الكبير انه نحترم الكبار، لانه هم اللي أسسونا واللي بنونا، وخاصة المعلمين والأمهات والآباهات هم اللي بنوا مستقبلنا واللي رح يبنوا مستقبلنا. والصغار والكبار اللي ما بيعطفوا على الصغار هم أصغر منهم سناً، ولازم يعطفوا عليهم وحنوا عليهم. صح يا دعاء، يعني إحنا هلأ ولين برضه، يعني إحنا هلأ لما نشوف أخ كبير بتلاقيه مرات بكون شايف حاله على أخوه الصغير أو على أي ولد صغير، إيه أنا أكبر منك، يعني أنا بضربك وعادي ما بتفرق معي. هذا أكيد إشي غلط كبير، حتى لو كان الطفل الصغير عامل غلط، يعني ما هو أصلا عاد عم يتعلم الولد الصغير، فلازم أكيد الكبير يدير باله على الصغير. لين بدي أسألك هلأ، شو رأيك إنه لازم الكبير يعطف على الصغير؟ إنه الكبير يعطف على الصغير. الاحترام هو خلق من أخلاق الإسلام، زي ما وصانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صح يا لين، حكى الرسول حديث صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فهو ليس منا. شاطرة يا لين، صح 100% هذا الحديث. وفي كمان حديث ثاني بيحكي انه لازم الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير، صح؟ اكيد اخذتوا بالدين كلكم. هلا اصدقائي من موضوعنا لليوم اللي هو موضوع الاحترام، خلينا نروح نشوف مع اول فقرة معنا لليوم مع صديقتنا حلا وادي شقيفات. خلينا نروح نشوفها وراجع.
أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بمغامرة جديدة وحلقة جديدة معي أنا سفرت السياحة حلخان. اليوم طبعا أنا مخداكم عواد جديد عنا بالأردن اسمه وادي شقيفات. طبعا رح يكون فيه مسير وإنزال، والإنزالات رح يكون عن جبلين، الجبل الأول ارتفاعه 15 متر والجبل الثاني ارتفاعه 35 متر. مش رح أحكي لكم كثير هلأ، خلي الكاميرا تحكي لكم. أصدقائي زي ما أنتوا شايفين إحنا هذا النزول الأول هو ارتفاع 4 متر. طبعا أولها كنت خايفة ونزلت مرتين، هاي المرة الثالثة. يا شوي طبعا كل مرة بكون مخوف شوي بس عارف. اهلا انا اسمي فاروق فائد رضا مناع من الاردن. اهلا وسهلا فيك. اول مره بتيجي على انزال؟ اول مره. طيب شو كان شعورك اول ما حكوا لك انه بدك تنزل عن ارتفاع 4 متر؟ اول شيء انا كنت خايف بس فريق فوبيا حمسني زيك، شفت الناس تنزل نزلت معهم. طيب انت بتعرف تسبح ولا لا؟ لا انا بعرف اسبح الحمد لله. أصدقائي الإنزال الأول تاعي هيك بكون خلص، زي ما أنتوا شفتوا أنا دخت بالطريق هيك هم بيحكوا لي، وكان الإنزال الأول صعب شوي علي لأني كنت دايخة. بس هلا في بدنا نقعد باستراحة صغيرة في إنزال تاني بس ما رح أورجيكم إياه هلا، خليكم متحمسين للأسبوع الجاي. مع السلامة. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي من جديد، من بعد ما شفنا مغامره جديده مع صديقتنا حلا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا زي ما انتم شفتوا، كثير متعبه وسلامتك حلا، واكيد احنا نستناكي السبت الجاي اكيد فقرتك المغامرات وانك تكوني معنا بالاستوديو. خلينا هلا نرجع لموضوعنا ونشوف تعليقات على الفيسبوك. خلينا اول شيء نفتح على صفحتنا. اصدقائي اكيد برجع بذكركم انكم تفتحوا أو تفوتوا على صفحاتها على السوشيال ميديا وتعلقوا علشان نقرأ تعليقاتكم. شو رأيك يا دعاء بفقرة حلا قبل ما تجهز التعليقات؟ أكيد طبعا فقرة حلا كتير حلوة، وبشكرك حبيبتي سلا وحبيبتي حلا وسلامتك. عجبتك الفقرة يا ليين؟ عجبتني كتير الفقرة والإنزالات كانت خطيرة. بشكرك حبيبتي حلا وسلامتك. خلينا نشوف تعليقات اليوم. عندنا سعاد عمر بتحكي لنا إذا أردت أن تزرع الاحترام
لك في قلوب الناس فارفع مستوى كلماتك ولا ترفع مستوى صوتك، فإن المطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. سعد عمر أكيد 100% سعاد، وهذا الإشي كتير مهم وصح، إن مش لازم إحنا نرفع صوتنا بس إنه إحنا نرفع مستوى كلماتنا، إنه إحنا نكون مؤدبين مع الناس ونكون خلقين. خلينا نشوف برضه فاطمة المحميد، نورين إحنا مذيعات، احترام الكبير واجب، الاحترام بدل على التربية، صح أكيد. دعاء تفضلي حسن. عنا محب الإنسان، نورت كل الشاشة، أرقى وأجمل مذيعات، لجين حلا، دعاء لين نتالي. الاحترام هو أحد القيم التي يتمتع بها الشخص الذي يمتلك الأخلاق والسلوك الجيد، ولا تكمل منظومة القيم دون أن توفر الاحترام في الشخص، فالاحترام هو الذي يجب يجيب على كل الأولويات. تعليم أبنائهم علي صراحة التعليق أخر مش واضح بس بكل الأحوال شكرا كثير على التعليق. خلينا هلا نروح لصديقتنا الزهراء الموني من السودان، اليوم فقرتها آباء النجوم حتحكيها على الأستاذ وسيم عواد، خلينا نروح نشوفها وراجعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا فيكم حبايبنا الحلوين من وين ما كنتم عم تشاهدونا من أي مكان بالعالم، أهلا فيكم بحلقة جديدة ومميزة من حلقات البرنامج الرائع بنكبر سوا مع ضيف مميز ورائع مدير قناة كرامش الفضائية الأستاذ وسيم عواد. ماذا أقول عن هذه الشخصية الرائعة المرحة في الكلمات والعبارات؟ لن توفيه حق شيئا من حقه ولا بجزء بسيط عما قدم، عبر نفحات النسيم وأريج الأزاهير وخيوط الأصيل أرسل شكرا من الأعماق، فشكرا لك من أعماق قلبي على عطائك الدائم، إن قلت شكرا فشكري لليوفيكم حقا، سعيتم فكان السعي مشكورا، إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا، مهما نطقت الألسن بأفضاله ومهما خطت الأيدي بوصفه ومهما جسدت الروح معانيه تظل مقصرة أمام روعته وعلو همته، أسعدك المولى وجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك. وجينا معكم أصدقائي من جديد. صح ما شاء الله عنه الأستاذ وسيم عواد، أكيد من جهلة تحية كبيرة، وبرضو إليك برضو يا زهراء المولى إليك برضو تحية. شو بتحبي تحكي لعم وسيم؟ أكيد طبعا بشكره وبشكرك حبيبتي زهراء، ومثل ما بنحكي انه كل اباء النجوم هم مو بس اب لاولادهم، هم اب لكل النجوم. خليني احكي لك يا دعاء، انه زي ما حكينا ببدايه الحلقه انه حيكون معنا بنو التاني كثير امورات، واليوم حتكوني معي في قناه استضافه النجوم لنستضيف جود وجنى. اهلا وسهلا، كيفكم؟ نعم. كيفك جنى؟ نيحة. شو اخبارك؟ كويس. في البداية بدي أتعرف عليك، تفضل اسمك وعمرك وموضوع. أنا اسمي جود وعمري 9 سنين. شو عمرك؟ الصف الرابع. أنتي كم عمرك؟ 4 years old. طيب أنتي بأي مدرسة؟ مدرسة اللوم. أنتي بأي مدرسة؟ مدرسة اللوم. شو موهبتكم؟ أنا موهبة الشعر. أنتي شعر؟ حلو. مين اكتشف موهبتكم؟ مامي وبابي. وانتي يا جود يا جنى؟ مامي وبابي. الله يخلي لكم اياهم ان شاء الله. طيب هلا ايش رايكم تسمعينا انت بالبدايه؟ هذا هو الاردن، الدهر يهرم والزمان يشيب وشباب اردن الفخار قشيب، الدهر يهرم والزمان يشيب وشباب أردن الفخار قشيب، هذا الحما غال على قلبي وما عندي سوى هذا الحبيب حبيب، هو جنة الدنيا فما إلا به تحلو الحياة بنقلتي وتطيب، لو كنت في فردوسي قلت أنا متى يا رب للأردن سوف أؤوب، تفديك يا أرض الكرامة أنفس طهرت وأرواح سمت
وقلوب أن نظرت به يسرك منظر فبكل شبر من تراه عجيب فهنا أرى عمان شامة خده تلك التي فيها الفؤاد يذوب لو نافستها في الجمال كواعب من نافستها في الجمال تخيب حرم مصون في النشا ما دونه سلوا سيوفا فالجناب مهيب وبإربد الخرزات تاه شماله واختال بالكرك الأشم جنوب فهنالك اليرموك ضرة فخره وهناك مؤتة عزة ووثوب والصمت الشامخة تسامرها السها وعلى الكواكب ثوبها مسحوب وعلى ظراها الشم ألف حكاية للمجد يرويها الندى والطيب وبمادب التاريخ ميشع باسم ما زال يلمع سيفه المخضوب ولكم رأيت هلالها بأخوة يهفو ليلثم وجنتيه صليب ونسيم نيبو عاشق قد شفه وجه وشاق فؤاده محبوب حمل الهوى من أرض مصر أحمدا فالأفق طلق والمكان رحيب وخطى صلاح الدين في حسبانها يجدو دجاها عزمه المشبوب وعلى سهول معان تقف قراية النصر فوق جبينها مكتوب تصغي دمشق إلى خطى فرسانها فالقفر بالأمل الشذي غصيب هذا هو الأردن طوض شامخ لو حان منه جرياح هبوب يسهو على الدنيا بحزن حسن شبابه والدهر يهرم والزمان يسيب. الله ما شاء الله، شو هالإبداع هذا؟ شكرا. مين علمك الشعر أنتي؟ مامي. مديلة تحية برضه. ما شاء الله عليكي. طب مين بكتب لك شعرك؟ شاعر سعيد يعقوب. أكيد طبعا بوجه له كل التحية. أنتي هلأ بدك تسمعينه ولا كمان شوي؟ شو حابة؟ هلا هلا؟ تفضل. شو اسم الشعر اللي بتحكي لنا إياه؟ صوت الصفير بلبلي. حفظاها منيح؟ يلا سمعينا إياها. صوت الصفير بلبلي حيز قلب السملي الماء والزحر ما زحر حتى المقر وأنت يا سيدي وسيدي مولي فكم فكم تيملي وسير أقيقلي قد افتح من وزنة من لفن وزن خزر قال لا 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 قد غدا حلولي والقود ما للطربة من فيل هذا اللسل فل ولا تول واتولي ولي ويلة فقلت لا تول ولي بين اللؤلؤ علي كانت لحو حين كذا انها موزل في المقر وفدية سقونني قحوة كالأسل لي سممت حبي أنا في أسمى في أسكمنا قلوم فلي في وسط بستان حلي الزحر والسرور والأود دندن لي والطبر طب طب طبري طب 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 طبري طب 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 طبري والسقف سك 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 لي والنقص قطاباري سوا سوا وساحس على ورقص فرزلي غلط الكم يسيح بلن في مللي ولو تراني راكبا على حمار أحسن يمسي إلى ثلاثة مسية الأرنزة والناس ترجم زملي بسوك ملك كللي ملك كاكاكا خلفي من حويللي لكن مسيت حالبا من خلفية أرنزة إلى لقاء ملك مضب بصري يغمرني بخلقة حمراء قد دمدم أسر في حماسي مغددا لديلي أنا الأديب الألمعي من هي أرض الموسى ندمت كنت أزحفت ياسس أنحل أدبري أقول في مطلعها صوت الصفير بربري صوت الصفير بربري واي ياي عن جد كتير حلوة. طب أنا عندي أسألك سؤال، أنا أحلى بس أنا أغنيها ولا أنت تغنيها؟ أنا. أنتي؟ أكيد أنتي، أنتي أحلى. شكرا عن جد، عن جد كتير حلوة. طيب جود شو رأيك تسمعينا كمان قصيدة؟ أوكي. بثور
ثور اتحزم مشعل التنور، ثور من حيفا لذر الجولان، من غزة لوادي الغور، ثور وصلها لعين الشمس، ثورة من الجحيم تفور، ثور الشهادة من وطن تعني بدايتنا الطريق النور، ثور اجبر على الكسر يجبر بعون الله الكسر مجبور، فجر كل شرايينك ولا تمضل عمر ناطور، تجذر بالأرض شجرة ولا تبقى جنح عصفور، الموت أهون ألف نوبة من العيش بوطن مقهور، خسارة للي ما يدري، خسارة للي ما يدري بأي لحظة لزومي ثور، زلزلها زلزلها تهز القاع دمر كل حديد الصور، تعلمنا بتواريخ البشر كلهم العصابة تنتهي بجولة وعلى طول الشعب منصور، ثور ثور يا مستعمر أرض بلادي كل شي تغير كل شي تحول، لا تحلم برجوع الماضي غير الثورة لا تتأمل، أرض بلادي ملك ولادي ملك الحنطة وملك المنجل، غلط وجودك فوق ترابي، غلطك تاريخ من الأول، جيتك أنا جيتك ترى جيتك ما تعرفني شلون، أي شكل بأي لون، نوبة تلقاني بسيارة ونوبة تلقاني بطيارة، ونوبة جني بوسط البحر تزيى من زي البحارة، ونوبة تلقاني بالسوق تعاود تلقاني بالحارة، بصفارة انذار اطلع لك بالزمور بضو الشارة، اطلع لك من تحت فراشك، اطلع لك من بين دراسك، اطلع لك من ورد جوري، من شوكة تين الصبارة، من مركب من رمل بلادي، من حمولة تهرب أمجادي، من تلة من سفح الوادي، من شجرة وسط البيارة، هذه حلولي فكر فيها خطط وسرح، روح تأمل حللها فكر على مهلك، يا تقبلها أو ما تقبل قصتها لازم ننهيها، ولو تشلع قلبك ما نحد. ما شاء الله. طب أنت تعرف عن إيش تحكي هاي القصيدة؟ احكي لنا. عن مثلا الحروب هيك، انه يروح اليهود و الحروب اللي فلسطين صح؟ ان شاء الله يا رب تتحرر فلسطين وكل بلدان الاسلامية العربية. هلا بدي اسألك، هلا انت بما ان عندك بنت صغيرة، اخت صغيرة، يعني بتعطفي عليها ولا لا؟ طبعا. طب كيف بتتعاملوا مع بعض بالبيت؟ بحترمها وهي بتحترمني. هلا عندكم مواهب تانية غير الشعر؟ شو مثل شو؟ انا مثلا رسم وهيك اشياء. انتي عندك مواهب غير الشعر؟ بتحبي تعملي اشي غير انك تحكي الشعر؟ ايش بتحبي؟ بحب اكون رسامة. رسامة؟ ان شاء الله تصيري اكبر رسامة واكبر شاعر. احنا كثير استمتعنا معكم اليوم، كثير انبسطنا بجنى وجود، واكيد ان شاء الله بتصيروا اكبر رسامات واكبر فنانات وبتشتهروا وبتحققوا كل اللي بدكم اياه. اصدقائي هلا حنروح مع صديقتنا مرح فيصل وفقرتها نصائح عامه، خلينا نروح نشوفها. اولا الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لان ذكر الله اساس اطمئنان القلوب. ثانيا الاكثار من التسبيح والاستغفار وقول لا حول ولا قوه الا بالله. ثالثا اجتناب الغيبه والنميمه والتكلم في اعراض الناس والستر عليهم. رابعا حسن الخلق والصدق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خامسا الصبر عند المصيبه والاسترجاع وعدم الجزع والتنفر بغير ما يرضي الله. سادسا قراءة سورة البقرة في البيت لأنها تطرد الشيطان وتمنع العين والحسد والسحر. حبايبي الحلوين انتهت فقرة اليوم، وأتمنى منكم تحافظون على دينكم الإسلامي. انتظرون السبت الجاي بمسارح جديدة ومفيدة. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي من جديد، من بعد رجعنا من بعد هاي الفقرة الحلوة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وانبسطتوا. هلأ إحنا عنا وصلت نتولة. أهلا وسهلا نتولة. الحمد لله. كيفك؟ كويسة. زي ما حكينا قبل شيء إنه موضوع حلقة على الاحترام، أنت شو بتعرف على الاحترام؟
بعرف إنه لازم نحترم المس و... طب أنت بتحترم المس؟ يعني أنت شاطرة صح؟ آه أنت ما عندك إخوان ولا أخوات ولا لا؟ عندي بس أخو. كبير ولا صغير؟ صغير. طيب تعطفي عليه ولا لا؟ بتحبيه دايما وهيك؟ طيب أنت دايما بتلعبيه؟ شاطرة يا نتالي. هيك بكون يا نتالي أنت بتعمل الاحترام، أنك بتحترم المس وبتحترم ماما وبابا، وتعطف على أخوك الصغير وعلى الصغار صح؟ شاطرة. ليان لين آسف، إحنا من زمان ما سمعنا صوتك، فش رأيك تسمعينا؟ هلأ بدي أسمعكم هلأ أغنية عن الوطن. بلاد غربي أوطاني، من السامي لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا لغسان وعدنان. الله، انت صوتك كتير حلو، يعني البنت اللي بعمرك ما بكون هيك صوتها حلو قدك. انا بتولى سمعينا اشي؟ قبل ما تسمعينا اشي، شو رأيك تحكي لنا عن فقرتك اليوم؟ ايش اليوم جهزها لنا؟ بدي اعمل مناكير. ياي الوان حلوة. مين بيعلمك على المناكير؟ ماما دايما يعني بتقولي لي مش هيك، انا بطلع برا بس. او بتطلعي برا الاطفال وماما بتعلمك كيف تعمليها صح؟ طيب لما صورت الفقرة طلعتي برا ولا ماما ساعدتك؟ ماما ساعدتك بالفقرة ولا طلعتي برا؟ ولا عملتيها لحالك؟ يعني انا دايما بخطأ دايما ما بخطأ. يعني مرات شاطرة. معناته هلا حنروح مع صديقتنا ايمان بوشيبا فقرة هل تعلم؟ وراجعي. هل تعلم ان الدلفين يغلق عينا واحدة عندما ينام؟ ثانيا، هل تعلم ان اقوى عضلة في جسم الانسان هي عضلة الفك؟ ثالثا، هل تعلم ان الجسم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية؟ رابعا، هل تعلم ان عمر القرد لا تتجاوز في المتوسط 30 سنة؟ خامسا، هل تعلم أن النسور لا تموت ولكنها تنتحر بسبب المرض؟ سادسا، هل تعلم أن الحصان يموت إذا قطع ذيله؟ كمان، هل تعلم أن الزرافة لتولي رقبتها فهي لا تنام في اليوم الواحد إلا 9 دقائق، وليست على مرة واحدة إنما على 3 مراحل وكل مرة 3 دقائق؟ هل تعلم أن الحوت يستطيع البقاء ساعات تحت الماء بدون تنفس؟ وبالنسبة للإنسان، هل تعلم أن الجسم البشري يتكون من 206 قطعة عظم؟ وهيك بنكون وصلنا لحتى فقرتنا لليوم. انتظروني بسبت جديد ومعلومة أروع أكيد، مع محبتكم أختكم في الله إيمان بوشيبة. مع السلامة. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي من جديد، وجدد دائما معنا اللقاء من بعد هالفقرات الحلوة، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. عجبتك الفقرة اليوم؟ أكيد حلوة، وبشكرك حبيبتي إيمان. أكيد هل تعلم دائما بتزودنا معلومات حلوة. زي ما حكينا لكم برضو ببداية الحلقة يا دعاء، إنه حيكون معنا برضو مين؟ ضيف بشار بالبيان. أهلا وسهلا بشار. أهلا وسهلا فيكم، كيفك؟ الحمد لله منيح. احنا ما بنعرف عنك اشي، ممكن تعرفنا عنك اكتر؟ طيب انا اسمي بشار البربراوية، ممثل كوميدي، عمري 11 سنة. بلشت تمثيل من انا وعمري 6 سنين. التمثيل بلشته من روضة كانت جنب بيتنا اسمها روضة زاوية الطفل، وشاركت فيها بدبكة انا وولاد صغاري كانوا اصحابي، وكانت هاي الدبكة عن اغنية للفنانة ديانا كرزون، بس ناسي اسمها، بس هي كانت كتير حلوة. وبعدها مشيت ورحت على مدارس الكلية العلمية الإسلامية، وشاركت في عديد في المسرحيات. في مسرحية شاركت فيها إني عن العطل عن العمل وهاي الشغلات. طب وكنت فيها دكتور يعني. طب مين اكتشف موهبتك؟ هسا اكتشفت موهبتي هي الروضة وأمي وأبوي. هلأ
انت قلت لنا انك بتمثل كوميدي، وانا بعرف او انت كنت معي بمهرجان الابداع الطفولي اللي هو بلجنة التحكيم، كنا مع بعض. فلما كنا نطلع نقدم كنت تحكي لنا مثلا قطع وقصص قصيره او مثلا عبارات. فهلا هاي العبارات انت اللي كنت تكتبها ولا هسا انا وامي كنا نساعد بعض؟ هلا جاهز انك تقدم لنا هلا مقطع كوميدي صغير؟ بقدمه. تفضل. هسا انا بكون بحكي تلفون. هلا يما، كيفك يما؟ يما جيب لي بيضة بس، ويعني جيب لي بطيخ معك وبطاطا وبصل. طيب يما، طيب اسمع يما، تنساش تجيب بيضتين. طيب ماشي، يلا يلا. يما شو جبت البيض والهي؟ يما طب انا حكيت لك انه تجيب لي. يما شو يما؟ طب روح انقل، روح انقل عيال غرفتك، روح ادرس، روح ادرس. طب روح ادرس، روح ادرس. يعني هذا مقطع صغير. عن جد انت شكلك عن جد تنفع للمسارح، لو كنت على مسرح تبدع اكثر صح؟ طب جاب لي البيض اخر شيء ولا لا؟ لا ما جابه؟ طب انت نفس الشيء لما امك تحكي لك جيب لي البيض معك وتجيبه ولا لا؟ ايه امراتا. طب هلا بدي اسالك، يعني انت مش بس فنان كوميدي زي ما حكت دعاء، انك انت كنت بلجنه التحكيم برضه. يعني عندك اشياء غير الكوميديه بتحكيها صح؟ هي يعني مثلا السباحه، القاء الشعر، والقاء القصص. انت حافظ شعر؟ حاليا لا. مش مشكله، ان شاء الله المره الجايه بتسمعنا. انت باي مدرسه؟ الكليه العلميه الاسلاميه. بعمرك شاركت يعني مع المدرسه احتفالات خارجيه؟ احتفالات خارجية هي بالكورال، اللي فرقة موسيقية منغني، شاركنا في جامعة فيلادلفيا، رحنا غنينا في مسابقة. ومدرسة البنات هي ما مش متذكر اسمها، بس كان في مسابقة. وكمان عدة جامعات، في منها كمان جامعة البتراء. وكل المسابقات اللي كنا نشارك فيها كنا ناخذ المركز الأول على مستوى المملكة. ما شاء الله. متعدد المواهب ما شاء الله. ما شاء الله. تسلم يا رب. احكي لنا بعض من تجاربك في لجنة تحكيم المهرجان اللي كنا فيها انا وانت وبعض من الفنانين الكبار. هسا احنا كنا مختارين كلجنة تحكيم من بعض بلاد العرب، فاختار من سوريا، من العراق، من لبنان، من المغرب. وكانوا تقريبا 8 أو 9 من لجنة التحكيم. وكنا يعني كل يوم سبت تقريبا نروح ونجتمع في فندق جراند بلاس مع لجنة التحكيم، وكنا ناخذ وراء ويعني زي الكبار. يعني كان كنا انا ودعاء. تجربة حلوة انكم انتوا صغار تحسوا حالكم كبار. طبعا وما بننسى نشكر كانت مديرة اللجنة انتي سمر دودين، بنشكرها طبعا. وبنشكر كل اللي كانوا معنا من لجنة التحكيم، وبنشكر مدير المهرجان الأستاذ حكيم خالد. بدي أسألك، مين دائما بدعمك؟ بدعمني أمي وأبوي وإخواني. طب لمين بتحبي توجه تحية؟ بحب أوجه تحية أول شيء لروضة زاوية الطفل ومدارس الكلية العلمية الإسلامية. وبوجه تحية للكبيرة للمخرج عايد مايد، والمخرج الكبير برضه أستاذ حكيم حرب. وبشكر كل لجنة التحكيم كاملة اللي كنا مشاركين معهم، وبشكر طبعا كمان الجمهور اللي ساعدونا. طب انت مين بيساعدك لحتى تصير هيك؟ هسا أمي بتساعدني في أشياء، والمدرسة بتساعدني في أشياء. طب عندك إشي تاني تسمعنا إياه؟ زي ايش يعني انت بدك شيء؟ مقطع كوميدي. اي شيء بتحبه، يعني انت حكيت لنا انك انت كثير في عندك مواهب، اي شيء تحبه، كوميدي، شعر، انت حكيت لنا انه مش جاهز، اي شيء اي شيء غني لنا اياه، احكي لنا اياه. لا صراحه اذا مو جاهز خلص مش مشكله.
عندك مواقع تواصل اجتماعي؟ عندي على الفيسبوك صفحة اسمها الممثل الكوميدي بشار البربراوي، وبرضو كمان عندي حساب على الفيسبوك اسمه بشار البربراوي، وعندي سناب اسمه بشار دوت بربراوي. فكلكم بتتابعوه عشان تعرفوا عنه أكثر. احنا مشكلة كتير انك كنت معنا اليوم، كتير انبسطنا معك وضحكنا شوي، غيرت لنا شوي جو الحلقة اليوم. اصدقائي هلا راح نروح مع صديقتنا فاطمة المحميد وكلمة بكل اللغات، خلينا نروح نشوفها. لازم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفقرتي بكل اللغات. كلمتنا لليوم هي كلمة منزل، رح أبدأ معكم بأول لغة. بالإنجليزي home، بالإسباني casa، بالألماني zuhause، بالتركي eve، بالروسي duma، باللاتيني domum، بالصيني جيا، بالإيطالي casa، بالكوري home، بالعربي منزل. هيك بتكون خلصت فقرتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. استنوني بفقرة جديدة وكلمة جديدة يوم السبت القادم، مع السلامة. ورجعنا لكم أصدقائي من بعد هذا التقرير، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا، وأكيد ما تنسوا تشوفوا هاي الفقرة برضو الأسبوع الجاي لتنبسطوا أكثر. أصدقائي زي ما أنتم بتعرفوا إنه إحنا هلأ حنبدأ فصل الشتاء، وفصل الشتاء أوقاته هيك قليلة وبدخل الليل بسرعة، فأنتوا زي ما أنتم شايفين الليل هلأ دخل وحلوة الأجواء، بس إن شاء الله إنه ما يصير في أي إشي. حبدأ معك لين. لين عن إيش اليوم حتحكي لنا فقرتك؟ اليوم فقرتي مفاجأة بحكي لكم عنها آخر الحلقة. نتالي حكيتي لنا حتعملي على المناكير صح؟ وش رأيك تغني لنا؟ بيجني. هلا أول إشي أنت حكيتي لنا على الاحترام. إيش اسم الأغنية اللي حتغني لنا إياها؟ لا بطلت تحكولي. لا بطلت تحكولي، بتحكي على الأسرار بين الإخوان صح؟ طيب أنت شو بتحبي تحكي لنا على الأسرار بين الإخوان؟ يعني بحب أحكي لكم إنه لازم نحترم المس وما نناقشها، ويعني ونرد على إخواننا الكبار. إذا كان أخوي كبير بحترمه، وإذا أنا كنت صغيرة لازم يحترمني الكبير. صح. وعلى الأسرار بين الإخوان إنه إحنا لازم نحكي أسرارنا لبعض، نحترم الأسرار صح؟ شاطرة كتير عن جد، أنت شاطرة كتير. طب يلا غني لنا إياها الأغنية. لا بطلت تحكوا لي شو القصة جننتوني، ما في سير بين الإخوان محتارة خليتوني. لا بطلت تحكوا لي شو القصة جننتوني، ما في سير بين الإخوان محتارة خليتوني. ما في سير بين الإخوان، ما في سير بين الإخوان. برافو عليكي، صح ما في سر بين الإخوان صح؟ سطورة. أصدقائي هلأ خلينا نروح نشوف صديقتنا نتالي وفقرتها المناكير وراجعين. أهلا وسهلا فيكم بفقرة ستايل، اليوم بدي أعمل لكم مناكير كتير حلوين، تابعوني. الحمد لله. شو أخبارك؟ كويسة. شو بدك تعملي اليوم نتالي؟ مناكيري بأظافري. طيب إيش بتحبي اللون؟ كل الألوان. كلهم مبيض. لا نحط لك اليوم اللون النيلي وهنحط عليه نجوم. أوكي؟ انا راح اعمل طريقه حلوه للبنات انهم يقدروا يعملوها، اي عود عندكم عود اسنان انه ممكن انه نحط شويه مناكير شفاف. طبعا حطينا اول شيء على الاطفال، وفيها راح نمسك ايش بنجوم ونحطها وين على الاطفال. ناخذ كمان واحده
يعني بتحب تطول أظافرك؟ بس المدرسة ما بسمحوا لي. صح، لأن هاي من النظافة الشخصية إنه ما نطول أظافرنا، خاصة إحنا ممكن إنه نأذي غيرنا بأظافرنا، ومو حلو إنهم تعب وسخ. يعني الأظافر يعني إذا إحنا طولناهم بيطلع مش حلو أظافرنا. لا يعني إذا مسكنا الإيد الواحد بنخمش. صح، ممكن نأذي أصحابنا، بيزعلوا منا بعدين بيبكوا، صح ولا لا؟ صح. طب هلا إحنا شو حطينا أول شيء؟ منكير أزرق. أزرق. بعدين ركبنا الإيش؟ النجمين. بشو؟ حطينا منكير شفاف أول عشان نقدر. عشان نقدر نركب النجم. نركب النجم. صح. طبعاً هذا العود ممكن نستخدمه. يعني إحنا عنا مثله. صح، ممكن نستخدمه للصغار عشان يساعدهم إنه نحط نجوم، صح ولا لا؟ صح. وما نغلب ماما نحكي لها تعالي لا، ممكن إنه نعمل لحالنا، صح؟ طيب يا نتالي خليهم هلا ينشفوا وتهم هيك. يلا حطي التاني جنبها، فرجي أصحابنا كيف حلوين طلعوا، عجبوكي؟ توتو عجبوكي أظافرك؟ كتير؟ طيب صح، مش لازم نحط مناكير على المدرسة؟ ليش؟ لأن المس تزعل منا. صح، ومش لازم نطول أظافرنا، صح؟ ليش؟ عشان نأذي ماما، نأذي أصحابنا. صح، ممكن إنهم يعيطوا ويزعلوا منا، صح؟ طيب هلا إحنا شو رح نحكي لأصحابنا؟ إمتى يشوفونا؟ الحلقة الجاي. صح، هلا شو بدنا نقولهم؟ سيو. نتالا شو هالأشياء الحلوة اللي عملتي لنا إياهم؟ عملتهم يعني ماما عملت لي إياهم، قالت لي ضلك حاطة شعرك قدام. طيب أنت انبسطتي على المناكير؟ بتحبي هاي الألوان؟ شو أكثر لون بتحبيه؟ يعني كل الألوان. يعني أنت بتحبي تلبقي لون المناكير على اللبسة؟ هلا أنت يا لين حكيتي لنا إنه فقرتك مفاجأة. معناته خلينا نروح نشوف فقرة ليا. فقرتي هي هلا بدي اروح اجيب لكم اياها، وهي مفاجأة سرية سرية. طب انت كيف بدك تجيب الفقرة يعني؟ بدي اروح اجيبها واجيب. طب روحي جيبيها. اصدقائي اهلا وسهلا فيكم، فقرة جديدة من فقراتي ما بعرف اطبخ. اليوم انا ما بدي اعمل اشي، اليوم بدي اجيب كيكة بمناسبة عيد ميلاد لجين، لانه كان عيد ميلاد لجين قبل 4 ايام. وأنا هلأ موجودة بمحل سبونج كيك، شو رأيكم ننقي كيكة مع بعض؟ يلا نشوف. شو رأيكم بهاي؟ هدول شو رأيكم بهدول؟ واحد. شاكم بهاي. طيب تعالوا نشتريها. هاي أنا لقيت هاي الكيكة لأنه منظرها كتير حلو وزاكي. هلأ بدهم يأكلوها أو ما يأكلوها ما عندي إشي. هلأ بدنا نكتب اسم جوجو على الكيكة وبدنا نوديها على الاستوديو مباشر.
شو هالمفاجأة الحلوة عن جدي عن جد كثير تفاجأت. طبعا أصدقائنا هاي هي فقرة ليلنا اليوم، وإحنا بمناسبة عيد ميلاد صديقتنا لوجين حبينا اليوم نفاجئها. وفقرة ليلي اللي كنا مخبيين لكم إياها اللي هي راحت على محل الحلويات ونقت لنا قالب الجاتا للوجين، فإحنا بنشكرك لين وكل عام وإنتي بخير لوجين. وإنتي بخير، شكرا كثير عن جد فاجأتوني، وبحكي شكرا لعمه لكل اللي كانوا مجهزين لهاي المفاجأة، وبحبكم كتير وأكيد بحكي لكم كلكم وإنتوا بخير، وأشكركم كلكم لأنكم هنيتوني على عيد ميلادي. وإنتوا بخير. وإنتوا بخير. إنتوا بخير. لم تنال شيء كبير ولاني قادر وصفاه، ودي أحكي وانطلق واقول وش احس به، انا مدري كيف اقول اني ممتن بصراحة، ولا ادري كيف اوفي لكن اسمع وش بقول. انت غالي نعم، واشكرك انا كثير. انت غالي نعم، واشكرك انا كثير. شكرا على وجودك، شكرا على وجودك، شكرا على وجودك، شكرا على وجودك. علمتني أشياء كثيرة وانت ما تدري، وصرت أنا إنسان أفضل بعد فضل ربي، بعد فضل ربي. كنت لا شفت الظلام بعد شوفك تبتدي، دنيا حولي تضوي وتشرق وهام تحلى بعيون. طبعاً بعد ما شفنا هذا الفيديو بحب أوجه تحية كبيرة كبيرة لمرام ولدنيا اللي هم عملوا هذا الفيديو، بشكركم كتير لأنكم أنتوا معي من البداية، ووجه لكم تحية كبيرة، ووجه تحية لكل جمهوري، وبحكي لكم أنا بحبكم كتير وأنتوا بخير أكيد. شكراً كتير لكم. أصدقائي هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بحب أشكركم على متابعتكم لليوم. شو بتحبي تحكي بنهاية حلقتنا؟ أكيد طبعاً أصدقائي بشكركم، وبرضو كمان مرة كل عام وأنتي بخير لجين، وبشكر عمو محمد وبشكر كل اللي عم بتابعونا هلأ، وبنشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. نتولى شو بتحبي تحكي لهم؟ بحب أحكي لهم يعني شوفونا الأسبوع الجاي، شوفونا الأسبوع الجاي. إحنا بننتظرك. أنت يا ليان؟ أنا بحب أشكر سبونج كيك لاني انا اشتريت منه الكيك مشان اقدم لك هديه عيد ميلادك. شكرا. بحكي لك مره ثانيه كل عام وانت بخير. وانت بخير، ونجي لهم برضو تحيه كبيره. اصدقائي بنشوفكم السبت الجاي بحلقه جديده، مع السلامه.